عسلامة جمهور 48 تار في الليديسيون هذه الليديسيون العاشرة 48 تار في البروجيكت. حبينا نعملوا حوارات صغيرة مع الزورغانيزاتور اللي تعدوا على 48 تار, مع البروفيسيونال اللي كانوا في الجوري متاع 48 تار, وإلا مع دي غانيون, وإلا مع دي بارتيسيبون اللي شاركوا في الـ في الـ في الليديسيون اللي تعدوا. كل واحد باش يحكي لنا من الموقع متاعه على الاكسبيريونس متاعه كيفاش تعدات. معنا في الحلقة الأولى هيفا عرعار, مخرجة دونك التي معنا كانت في الجوري متاع الدورة اللي عملناها في صفاقس مع سيلح بيم سلماني, وكانت معنا كيف ديركتريس ارتستيك في 4 اديسيون. مرحبا بك كيف. مرحبا بك أستاذ, مرحبا بالجمهور الكل, مرحبا بالناس اللي شاركت, مرحبا بالناس اللي باش تشارك إن شاء الله, وبالناس اللي تبع في 48 تور الكل. بضحكة ولعبة 10 سنين و10 دورة في 48 تور 2014 أول إديسيون, دونك هذه الدورة العاشرة. أنا خلطت أول إديسيون حضرت عليها هي تاع 2015 اللي وقتها ثم بروجيكسيون في بنو رشيق, اللي هي حاجة بالحق يعني قوية برش كبداية يعني المهرجان. ذكر الدورة هذيك 41 إيكيب وكانت معنا في الجيري, دونك الله يرحمها مدام رجاء بن عمار, محمد بغراوي, محمد علي بن جمعة. دونك كانت الإديسيون هذيك محلاها, وسيرتو وقت ال 48 تور تعرف كل شيء. كنت تحكي لنا كيفاش انت عشت ال 48 تور من البوزيسيون تاعك. كنت معنا مره في الجوري, كنت معنا تقريبا 4 دورات ديريكتيس ارتستيك, وكنت معنا وقت اللي جبنا اوليفي دي سوس, وكيف جبنا كيف مارك ريبير دونك لتونس. كيفاش عشت الاكسبيريونس هذه, وكيفاش تحس الامباكت نتاع ال 48 تور؟ هو فما الامباكت اما اللي انا بون حكينا مع بعضنا قبل ما نبداو في التصوير, واللي نقول انه المهرجان هذايا وقت اللي بدا والدليل هو الاسماء اللي بدات معانا في الفستيفال, سيمونير, اسم محمد المغراوي, سيمونير بعزيز, رجاء الله يرحمها, ميلينا بن شعبان, نجيب بالقاضي, محمد المغراوي, دونك وي مراد بالشيخ. دونك ثم ناس امنت بمشروع المهرجان هذا, مش رمي ورود ولكن هو بدا كبير, فما حلمة متاع ناس تعبت وساهمت وإنها تجيب أو تدخل اسم تونس في مهرجان عالمي عامل امباكت كبير في العالم الكل. اللي بقى أنا نقول هو ماهوش سهل, وإنك تخدم فيلم في 48 ساعة. وأهم حاجة في الموضوع هذا هو الخيال, هو السيناريو, هو الكتيبة, هو الانسبيراسيون بتاعك منين باش تخلق فيلم في 48 ساعة. أنا نشوف فيه الفكرة ياسر محلاها الحقيقة, وكيف ما قلت لك حكيناه في الكواليس, أنا على قد ما هالمهرجان هذا حاجة كبيرة برشا, يعني خلق كبير على قد الظروف اللي تعدى بها, وخاصة الحاضنة الثقافية للمهرجان في تونس. عندنا جفاف ثقافي, نحن قاعدين نخرب شوفك فك التراب هذاك الجاف القاسي الصعيب. والحقيقة برغم أنه أنا نحكي كأنه هي حاجات يعني بديهية, يعني قل ليه هي حاجات مش بديهية, ما نجموش نعيشوا في محيط ثقافي كمن هكا. بقى بال 48 تور بالمجهود متاع أصحاب ال 48 تور القايمين عليه في تونس, اللي هو أكرم, أيمن, عبد الفتاح, برشا ناس أخرين خلف المهرجان هذايا, نحاول وإنه نغيروا في المناخ الثقافي شوية. ماهوش أي مهرجان راهو, خاطر لا تعمل بالأكتاف ولا تعمل بالسبونسور ولا تعمل بدعم من أي جهة من الجهات في تونس, يعني هو مجهود كي نقول مجهود شخصي متاع ناس تحب سينما. فأنا قاعدة وعيش قاعدة نقول ماني رغم الإمكانيات, صحيح رغم الإمكانيات, وإحنا مانيش نعمل في بوكيات أستاذ, ولكن إحنا قاعدين نوصف في الوضع. تصور كان كانت الإمكانيات أكثر معنا خير من هيك, تشوفوا معنا بحاجة. أنا كي جاء مارك عام 2018 لتونس, وخلت نحكي أنا أنا لزوتر بروديوسر دونك البروديكتور اللي نظموا فيه في بلدان أخرى في العالم, قولوا مرة في تونس يتنظم بطريقة بروفيسيونال على الاخر. دونك هذاك الحاجه
اللي فرحتنا وخلتنا احنا معنا نواصلوا والحقيقه نعطيهم معنا هذا رغم الامكانيات. اي رغم الامكانيات وخاصه الامكانيات انا باش نحكي كان على الماده انت تعرف استاذ انا باش نكون في شنو نقصد يعني الاهتمام الاعلامي بمهرجان كيف من هكا يحل بيبان برشا شباب عنده طاقات وشباب عنده في مخه وشباب محتاج انه يفرغ الطاقه نتاعه وانه يتعلم زاده وانه يسمع الملاحظات نتاع الناس المضلعين في القطاع السينمائي. خاطر الكانون تويتر ملاحظه راهو مش مجرد انك تجي تكتب وتصور وتمنتي فيلم وتشارك وتهز بري، فما جوري فما لجنه تحكيم فما معناها فما كونتاكت معاهم معناها فما ملاحظات تتقال للناس اللي شاركت مهمه جدا. ف الفيلم تاعك يتعدى في الشاشه الكبيره بتاع السينما هذاك احسن واحد ويجي الجمهور يتفرج على الفيلم يتفرج وهذه الحاجه الاحلاه معناها انت متبقى بيت النار معناها انت عملت فيلم وردود الافعال باش تشوفها ديريكتومون ماكش تقعد تستنى في فرصه باش تعرض الفيلم تاعك وتقعد تجري ورا القاعات ما نعرضوا لي الفيلم تاعي وانت مازلت في بدايات. صحيح فما ناس بروفيسيونيل زاد شاركت في المهرجان لكن فما شباب مازال هاوي محب للسينما يلقى فيلم نتاعو تعرض في الشاشه الكبيره. حسيت دونك حكيما فما ديفي بالنسبه للبارتيسيبون ديفي حتى لينا احنا كي مضمون صدقني ساعات الحقيقه علاش فما سنين نحبهم معناها تتعب لانه من غير امكانيات ما نجمش تخدم هو ستوب على يزي معناها نو روحك راك في عباره مسؤوليه معناها خاطر فما دي جينيراسيون مازالوا ياخذوا سينما دونك يطلبوك ويسالوا معناها على الباج نتاعنا دونك على ريزو سوسيو دونك وقتاش الفستيفال باش يصير وليت معناها هكاك دونك اوكي دونك معناها باش نظموه وتصير دونك نجم نقول انا وي وي هو خاطر احنا قاعدين توا ندردشوا مع بعضنا اكيد دردشه. فسي اكرم منصر في الظروف اللي كانت محيطه بالمهرجان في الدوره الاخيره التاسعه صح وبعدها زادة شوية كانت فما الظروف حتى في البلاد بصفة عامة ما كانتش ملائمة فكان فما نوعا من التردد نوعا ما وإنه تتنظم الدورة العاشرة. أنا الحقيقة بخلاف وإنه أنا جو في بارتي من ليكيب متاع الكارون تويتر تفاجأت بالقرار متاع أكرم وإنه سنة فما الدورة العاشرة. أنا نحب نسألك توا كيفاش جتك الفكرة انك كوميم رغم كل شيء انا نعرف برشا ظروف نعرف برشا حاجات خفية لكن حب نسألك علاش 48 سنة كنت نجم تخلي العام الجاي علاش السنة رغم الظروف الكلة المحيطة حتى ظروف متاعنا توا متاع الدورة هذه كما اليوم احنا نعرف وش قاعد يصير في العالم. انا حسيته الحقيقة اكثر شيء كذا تعرفني تحدي حتى لشخصي نفسي ما انا شنية اسكي نجم نواصل ونواصل شنو تحدي لي وتحدي زاد للظرف الموجود الظرف العام وثالث حاجة زاد إيمانا بالشيء اللي نعمل فيه ورابع حاجة كما حكيت لك لجان اللي يستنوا في الفستيفال هذا معنى بالنسبة لي أنا بقالي ديما تحدي أني نعمل معنا دورة. صحيح نتمنى كل دورة ديما أنجح من الدورة دي فاتت علاش على خاطر رغم لي معنا نجم نعديه عادي كيف لكن ديما أنا نطمح أنه المهرجان هذا يكون حاضنة لبرشة شباب اللي كما حكيت لك على امتداد 10 دورات راهو فتحها برشة أبواب لبرشة تقنيين وبرشة مخرجين هذه حاجة ما بدينا نحكي عليها وهذه الحاجة المهمة للمهرجان هذايا وهذاك علاش إن شاء الله يتواصل ولكن يتواصل إن شاء الله بصورة معنا ما أحسن. أنا راضي بالدورات اللي تعملت ولكن ديما نطمح المخير ولا شرفتنا عايشك استاذ ميرسي نصيحه للبارتيسيبون اللي باش يشاركوا دونك اذا كان عندك حاجه خاطر تعديت كما حكيت في الاول دونك الجوري نتاع الدوره الاولى عمل نفس فاقس وحبينا نمشي لبرشا ولايات ولكن الامكانيات للاسف انا والله انت تعرف ديما الملاحظه اللي ديما نقولها انا بالرغم حتى كي نبدا معناها جوست حاضره نتفرج نبدا نستنى في النتيجه نبدا نستنى في الفرجه نتاع الافلام بحكم واني انا محبه للسينما قبل كل شيء عندي غرام اني نتفرج نكتشف بالرغم نبدا حاضره في كواليس والتحضيرات. الحاجه يمكن اللي نقولها واللي نقعد ديما نعاودها وقلتها قبل ونعاودها هي انه يلزمنا نقراو برشا باش نتعلموا نكتبوا برشا ونكتبوا مليح مليح مليح
وما نشبهوش لبعضنا على خاطر السينما ما جاتش باش تخلينا نسخ متكرم بعضنا. احنا يزلنا نكونوا مختلفين ومتفردين، والتفرد ما ينجمش يطلع هكاك باني نتفرج حاجه نمشي نخدم كيف، يلزم يكون برشا 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 خدمه. وهو اصل المهرجان الفكره بتاعه انك معناها طون جور دي فيلم معناها وما تعرفش ني جور اللي باش يجي، دونك هو هذاك في اصلا هذاك دي في هو ديجا دي في واختلاف للامكانيات نتاعك الباجاج نتاعك. يعني اذا انت عندك باجاج خلينا نقولوا ثقافي، مش لازم راهو انت تكون قاري سينما، لا 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 لا، باجاج انك انت طلعت تكتب قريت سمعت سمعت أخبار، طلعت سيرة متاع مخرجين، تفاعلت مع مخرجين، تفاعلت مع كتابات، هذاك الكل باش ينمي لك. أي يلزم نقرأ الشعر ونقرأ في التاريخ ونقرأ في الاقتصاد ونقرأ في السياسة ونقرأ في كل شيء، حتى في الأبراج يلزم ينقرأ في كل شيء. ومن بعد يجيني فرصة كما الكارون تويتر باش نخرج فيها الشيء ذاك نعرف أنا شكون زاد. خليني نقول تمرين، فهمتني؟ فهذه هي الحاجة الوحيدة اللي أنا نجم نقولها للبش يشاركوا جماعتنا متاع الكارون تويتر. نستناوك في سالة السينما باش تفرج على فيلم بتاع دوري. شكرا، نستناوك في الحلقة القادمة. شكرا.